احبابنا واش راكم لاباس؟ راكم تشوفوا النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان. كما راكم تشوفوا هكذا خويا زكي، واش راك تشوف هنا؟ هنا يا صالح خويا راك تشوف انا نصيبو كما يقولوا الساشي تاع بلاستيك. حاشاك الناس اللي عندها الكلاب عزاكم الله، كيف يعني كي عنده كلب ديالو ويوسخ برا يرفد ياخذ الساك هذا كما راكم تشوفوا يقطعوا منه هكذا الساك هذايا يدخل يدو، وحاشاكم بو هذه كما يقولوا ثقافه تاع الاوروبيين، وحاشاك الوسخ هذا الوسخ هذا كيرفدوا باش ما يبقاش يعمل له هكذا من اجل مدينه نظيفه. بارك الله فيك. يقول لك النظافه من الايمان والوسخ من الشيطان، كيفي تطور وين لحقوا هكذا هذا هذه هي. وبارك الله فيكم صحيتو خوتي.